مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الجمهورية يترأس الجلسة 12 للمجلس الوزراء. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لأكثر من 2800 قتيل و2500 مصاب. أهلا بكم. ترأس فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة سيد إسماعيل عمر جيلي صباح اليوم الثلاثاء 12 من سبتمبر في القصر الرئاسي الجلسة 12 لمجلس الوزراء، وناقش الوزراء خلال الجلسة 4 مشاريع قانونية. وكالمعتاد علق معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة على أبرز ما جاء في هذه الجلسة. Sous la présidence du chef de l'État, son excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 septembre 2023. يمثل عاملا أساسيا للأمن الغذائي للبلاد، ولكنه يعرضها أيضا لمخاطر خارجية مثل عدم الاستقرار والتضخم المستورد، فضلا عن التهديد بانقطاع الإمدادات لا سيما في حالة انقطاع التجارة عبر الحدود. وفي سياق الاقتصادات الإفريقية بما في ذلك اقتصادنا المعرض للصدمات العالمية وتقلبات الأسعار، فقد قامت وزارة التجارة والسياحة بإجراء تحليل دقيق لبيانات الأسعار، وتشير إلى استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالشهر الماضي باستثناء السكر الذي سجل ارتفاعا طفيفا. على سبيل المثال، خلال الفترة من 20 من يوليو عام 2023 إلى 20 من أغسطس لهذا العام، ارتفع سعر السكر ب 7.9% في منتصف شهر يوليو، وبلغ سعر طن من السكر 657 دولار أمريكي مقابل 709 دولار في تاريخ 20 من أغسطس، أي أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات بحسب القرار الهندي، حيث تعتبر الهند إحدى أكبر الدول المصدرة. أما بالنسبة للدقيق على عكس كل التوقعات، انخفض قليلا حيث بلغ 6.38% عقب تعليق اتفاق الحبوب من قبل روسيا. أما الأرز البالن العادي فقد شهد خلال هذه الفترة ارتفاعا يقدر ب 12%. ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع، لأن الهند قررت في نهاية شهر يوليو عام 2023 حظر جميع صادرات الأرز الأبيض وغير البسمتي للتخفيف من ارتفاع الأسعار في أسواقها المحلية. أما بالنسبة لأسعار الأرز البلم لم يتغير سعره، حيث يباع ب 4500، وبصفة عامة لا يوجد تغير في أسعار الزيت والباستا والحليب والمجفف مقارنة بشهر يوليو عام 2023. أما بالنسبة للسكر، سوف يتم تخزين 9000 طن كمخزون استراتيجي للأشهر الثلاثة المقبلة. المسألة الثانية تتعلق بمشروع مرسوم حول المصادقة على الحسابات المالية لوكالة التأهيل الحضري والسكن الاجتماعي أغيلوس للعام الميلادي 2022. وكالة أغيلوس تتبع وزارة المدن والإسكان، ومهمتها بناء المساكن الاجتماعية، حيث تقوم ببناء 440 شقة في كيلو 13. وقد بلغت الحسابات المالية لوكالة أغيلوس حتى 31 من ديسمبر عام 2022 إلى 2,372,639,244 فرنك جيبوتي مقابل أكثر من 1,900,000,000، أي بفائض بلغ 146,091,949 فرنك جيبوتي، حيث سيسمح برفع الحسابات المتعلقة بعمال العام الميلادي عام 2023 الجاري. المسألة الثالثة مشروع قانوني يتعلق بالمصادقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة في عام 2022. هذا وقدمت الوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة الحسابات المالية للوكالة من حيث الإنتاج، وصلت أكثر من 2,052,000 فرنك جيبوتي، ومن حيث التكاليف أكثر من 2,056,000
فرنك جيبوتي. وستتمكن الوكالة خلال هذه السنة المالية من تحقيق الأهداف التي وضعت لنفسها، وهي دعم الجهود العملية في مجال الصيانة والحالات التشغيلية المثلى لمركز البيانات وتطوير الخدمات الرقمية طبقا للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2022-2023 ضمن خارطة طريق الوكالة وتحسين الاتصالات في الوكالة الوطنية لنظم المعلومات وتوعية الأقسام الرقمية بأهمية الأمن السبراني، وتنفيذ مركز الطوارئ لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الإدارات العامة. المسألة الرابعة، مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل لجنة التوجيهية لمشروع مؤسسة جيبوتي الرقمية. هذا ووقعت بلادنا مع المنظمة الدولية للتنمية عبر البنك الدولي اتفاقية قرض بمبلغ يصل إلى 1,777,000,000 فرنك جيبوتي لتمويل هذا المشروع المعون بمؤسسة جيبوتي للرقمنة، حيث تنفذه وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات. ويهدف هذا المشروع لدعم جيبوتي لاستغلال الإمكانيات الرقمية وتعبئة القطاع العام والخاص لتمكين المواطنين والمؤسسات وسماحهم للوصول إلى الاتصال بالإنترنت بسهولة. وإن الإطار المؤسسي للمشروع يضم وحدة تنفيذية أنشأ في مقر وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات ولجنة توجيهية لإشراف وتنسيق مختلف أنشطة هذا المشروع. وفي شأن عسكري، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم صباح يوم أمس الاثنين في فندق حسن باسوما التابع للقوات المسلحة الوطنية، استقبل كبار مسؤولي آليات المتابعة والتقييم التابعة للهيئة المذكورة والمختصة بجمهورية جنوب السودان والتي مرت بحرب أهلية مدمرة، وتم إنشاء هذه الآلية بجهود رامية بهدف جهود رامية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد الصديق. ووفر هذا الاجتماع الرفيع المستوى منصة هامة لمناقشة الثورات الأخيرة في هذا البلد. Arlagu gam ana hai tir la ir kada ana hai adiga hatam tana hai وفي شأن محلي آخر وتحديدا فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية، نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم أمس الاثنين ورشة عمل تدريبية حول أمن السبراني، وذلك بمركز تأهيل هيئة معلمي التعليم الأساسي مركز عمر جيل أحمد. وتم تنشيط هذا التدريب من قبل خبراء من الوكالة الوطنية لنظم المعلومات، وتستمر هذه الدورة التدريبية في الفترة من 10 وحتى 14 من سبتمبر الجاري وبمشاركة كافة مدربي المركز تأهيل معلمي التعليم الأساسي، كما تهدف هذه الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين بأهمية الأمن السبراني في السياق التعليمي. وتأتي هذه المبادرة ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لصالح موظفيها حول الأمن السبراني، وكان الهدف الرئيسي من هذه الدورة تعزيز معرفة المعلمين حول مخاطر الانترنت. أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد المهيوب ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية التي تكتسي هذه الدورة لصالح المعلمين، وأعرب أيضا عن رغبته في جعل شباب البلاد يحاربون منصات الإلكترونية التي تنشر أخبار زائفة وبعض شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن هذه الدورة حول الأمن السبراني ترمي بالدرجة الأولى إلى تزويد مدربي مركز تأهيل معلمي التعليم الأساسي بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذا التحدي، وإن هذا التعاون سيساهم على ضمان أن يكون مدربو مركز عمر جيل أحمد مستعدين جيدا للتنقل بأمان في عالم رقبي المتغير باستمرار.
نظم السفير الإثيوبي في جيبوتي مساء يوم أمس الاثنين في مقر السفارة الإثيوبية أمسية موسيقية احتفالا بالعام الجديد 2016 بحسب التقويم الإثيوبي. وجرت هذه المناسبة بحضور أمين عام وزارة التجارة السيد علي داود ومدير عام ناطرة للمتعدد الأقراض السيد جامع إبراهيم ورئيس غرفة تجارة جيبوتي. وتكللت هذه الأمسية بتقديم رقصات وأغاني شعبية إثيوبية. وفي كلمة أعرب سفير إثيوبيا لدى جيبوتي سعادة سيد برناهو عن أطيب تمنياتي بالسعادة والصحة والرخاء لجميع الإثيوبيين الذين يعيشون في جيبوتي وكذلك الجيبوتيين المشاركين في الحفلة. أكد على روابط الصداقة الممتازة التي تربط جيبوتي بإثيوبيا على كافة المستويات ولا سيما التعاون الاقتصادي والطاقة والمواني، مشيرا إلى أن البلدين يعتمدان على بعضهما البعض. وأوضح أن قادة البلدين بذلوا جهودا حثيثة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين جيبوتي وأديس أبابا. برعاية وزارة الدولة المكلفة بالرياض اختتمت يوم أمس في مجمع الملك فهد الرياضي فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الصداقة بين بلدية جيبوتي الثلاثة. وجرت فعاليات اختتام البطولة بحضور أمين الدولة المكلف بالرياضة السيد حسن محمد كامل وعمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود بالإضافة إلى رئيس بلدية بلبلة ومدعوين آخرين. وتكتسي هذه البطولة أهمية كبيرة للنهوض بواقع الرياضة في عموم البلديات في جيبوتي العاصمة وتعزيز التلاحم بين جميع المكونات الجيبوتي، ما من شأنها أن تسهم في تعزيز حضور الفرق الجيبوتية في البطولات الإقليمية والدولية والمحلية. وجرت المباراة النهائية للبطولة بين فريق الحي السادس وفريق أمين بلدية بلبلة ورجحت الكفة لصالح فريق بلبلة بفوزه بهدفين مقابل لا شيء. وفي الختام تم توزيع شهادات وكؤوس للفرق المشاركة والجهات المنظمة في هذه منظمة هذه البطولة الإقليمية أو المحلية لصالح فرق بين بلديات جيبوتي الثلاثة. هذا وتم توزيع شهادات وكؤوس للفرق المشاركة والفرق الفائزة في هذه البطولة. عقد والي منطقة تجر سيد محمد عباس اجتماعا مهما مع ممثلي الأقسام اللامركزية بغية تعزيز عملية غرس الأشجار في المنطقة. ويأتي هذا الاجتماع على قرار الاجتماع الذي عقده معالي رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد. وسيتم قرص 40,000 شجرة على 3 مراحل بهدف تجميل جميع المنشآت العامة والخاصة لمدينة تجرة وتشجيع الأسر على زراعة الأشجار في منازلهم وأخيرا غرس الأشجار في جميع الشرايين الرئيسية في مدينة البيطاء. ودعا والي منطقة تجرة السكان والشباب والنساء إلى المشاركة بكثافة من أجل زراعة 40,000 شجرة على المستوى المنطقة بأكملها. وفي كلمة لرئيس المجلس المحلي لمنطقة تجرة أشار إلى أهمية هذه المبادرة التي أطلقتها الحكومة برئاسة معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بهدف غرس الأشجار في جيبوتي العاصمة وفي المناطق الداخلية. والآن حان أذان صلاة المغرب بتوقيت جيبوتي وضواحيها. أهلا من جديد. امتدادا لمساعيه الهادفة إلى تخفيف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع لا سيما شريحة الأيتام، أطلق ديوان الزكاة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف نهاية الأسبوع الماضي عمليات توزيع الدفعة الأولى من كفالة الأيتام على المستوى الأقاليم الداخلية. وكانت مدينة دخل
في جنوب البلاد المحطة الثانية لهذه التوزيعات التي تشمل بقية المناطق إضافة إلى جيبوتي العاصمة وضاحية بلبلة. وجرت مراسم حفل توزيع هذه المستحقات على الأيتام المسجلين لدى مؤسسة ديوان الزكاة في الدخل البالغ عددهم 83 يتيما ويتيمة بحضور نائب والي الإقليم السيد يوسف علي عية وممثلين للمجلس الإقليمي. كما شارك في المناسبة رئيس قسم الكفالة السيد آدم حسين آدم ووكلاء الأيتام المستفيدين من هذه البادرة الطيبة الذين أعربوا عن شكر والتقدير لديوان الزكاة لهذه وعلى هذه المجهود. وتجدر إشارة إلى أن ديوان الزكاة يتولى منذ إنشائه بمرسوم رئاسي عام 2004 عملية تحصيل أموال الزكاة وإعادة توزيعها على مستحقيها. وفي شأن إقليمي أصدر البنك المركزي الأوغندي أول ترخيص لمصرف معاملات إسلامية في تاريخ البلاد بعد أن أقر تشريعا لممارسة أنشطة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في يونيو الماضي. وأعلن البنك المركزي الأوغندي في بيان أن مصرف سلام بنك هو تابع لمصرف سلام الإفريقي ومقره في جيبوتي حصل على هذا الترخيص. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوغندا. وجرت مراسم تسليم هذه الرخصة بحضور رئيس مجلس إدارة بنك السلام الإفريقي السيد عبدالله هيثم والنائب رئيس البنك المركزي في أوغندا بالإضافة إلى ممثلين لوزارة المالية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بالإضافة إلى المساهمين في بنك السلام الإفريقي. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة تعهد رئيس مجلس إدارة بنك السلام الإفريقي بتقديم خدمات مصرفية أو مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية معتبرا هذا اليوم بالتاريخ. بهذه الخطوة يسعى بنك السلام الإفريقي إلى تعزيز جهوده المتعلقة بتنمية البلاد خاصة أوغندا. دوليا ذكر مسؤول ليبي أن السيول التي اضطربت ليبيا جراء العاصفة دانييلا تسببت في مقتل وفقدان الآلاف ليبيين. الحدادة ثلاثة أيام بعد مقتل أكثر من 2000 قتيل بسبب عصار دانييل الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق. وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة كما تم إغلاق 4 محطات نفط رئيسية مؤقتا. ذكر مسؤولون ومصادر طبية أن السيول التي ضربت شرق ليبيا جراء العاصفة دانييل تسببت في مقتل وفقدان الآلاف خاصة في مدينة الدرنة في أكبر كارثة من نوعها تشهدها البلاد منذ 40 عاما. وقد أدى هطول الأمطار التي تقدر بنحو 250 مللتر في غضون ساعات قليلة إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة. وأحدثت العاصفة أيضا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة. وأشار المسؤول الليبي إلى أن هناك صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات. ذكر التلفزيون المغربي أن عدد القتلى بلغ 2800 شخص بينما بلغ عدد المصابين إلى أكثر من 2500 مصاب. ارتفع عدد قتلى زلزال المغرب إلى 2800 شخص فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة وبلغت قوته 6.8 درجة. وذكر التلفزيون المغربي أن عدد القتلى بلغ 2862 بينما بلغ عدد المصابين 2562 ونظرا لأن معظم المناطق التي تضررت من الزلزال يصعب الوصول إليها ولم تصدر السلطات أي تقديرات لعدد المفقودين وما تزال فرق الإنقاذ التي تبحث بالكلاب تأمل العثور على الناجين. وكان مركز الزلزال على بعد نحو 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش حيث تضررت بعض المباني التاريخية في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كما تسبب الزلزال في أضرار كبيرة لمسجد تينيمول التاريخي الذي يعود إلى القرن
الثاني عشر، ونجد أجزاء أكثر حداثة من مراكش إلى حد كبير، بما في ذلك موقع بالقرب من المطار مخصص لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها شهر المقبل. وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يشارك ما يزيد على 10,000 شخص في الاجتماعات التي ترقب الحكومة المغربية في المضي قدما فيها. إلى هنا وصلنا مشاهدينا الكرام نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.